أصواتهم مرتفعة ومميزة جداً، وهم يرافقون القديس نيكولاوس وسيقطعون معه مسافة 12 كيلومتراً هذا المساء. ومعهم المصور الألماني كارستن بيتا الذي يجول منطقة الألب منذ عدة سنوات، وقد صور العديد من العادات والطقوس خلال هذه الفترة. طبقاتهم الصوتية عالية جداً، وهي من العهود الغابرة لما فيها من قسوة وغموض، وهذا بالتحديد ما جذبني إليهم منذ طفولتي ودفعني إلى تقفي أثرهم. وما توصل كارستن إليه نشره في كتابه المصور ألبن ديمونن أو عفاريت الألب، الذي يظهر فيه عادات محلية تذكرنا بحضارات غريبة لكن جذورها من دول كألمانيا والنمسا وسويسرا. أحاول أن أبين أصالة هذه العادات وأن أكتشف ما فقدناه في نواح كثيرة من منطقة جبال الألب، وآمل أن أنجح في مسعاي لأن هذه العادات جديرة بالحماية، فنحن بحاجة إلى جذب أكبر قدر من الانتباه إليها. عادة عمرها مئات السنين لها أعمالها اليدوية الخاصة، فنحات الأقنعة فيليب موتس يعمل طوال العام لينحت هذه الأقنعة التي يصل ثمن أحدها إلى 450 يورو، ولا توضع على الوجه إلا في يوم واحد في السنة. الهدف من هذه الأقنعة هو إثارة الخوف لدى الناس، لا أريد أن يقول الناس نحن نعرفها ويضحكون عند رؤيتها، وإنما أن يكون لديهم احترام لهذه العادة بمجملها. وعند حلول الظلام يبدأ الاستعداد للموكب الليلي، وتزداد الحماسة والإثارة، فالذين يبقون في آخر الموكب يتم ربطهم بالقش، إلا أن هذا الطقس لا يزال سراً كبيراً ولا يمكن للجميع الاشتراك به. ويعتبر هذا الموكب بالنسبة لسكان البلدة عادة متوارثة ومحبوبة. هؤلاء الشباب لا يفعلون ذلك من أجل السياح أو القادمين للعلاج الصحي، وإنما بسبب استمتاعهم لما يفعلون، ورغم أنه استعراض مجهد إلا أنهم ينتظرونه العام بأكمله. سرت معهم بنفسي، وملابسهم مذهلة جدا وكأنهم في عرض للأزياء. هذه عادة جميلة وهي جزء من فترة الاستعداد لعيد الميلاد. ينطلق الموكب عبر الحقول من بيت إلى آخر، ويبلغ عدد المشاركين فيه 18 رجلاً، ومن يريد المشاركة لابد أن يكون عازباً، ومن لا ينتمي للموكب من الأفضل له أن يبقى بعيداً. لا يريدون تصويرهم عندما لا يرتدون أقنعتهم. عليك بالحذر كمصور، فقد تتعرض للدفع أو حتى للضرب. نيكولاوس ومرافقوه يجلبون معهم الهدايا البسيطة للأطفال، ووجود المشاركين المتنكرين يهدف إلى إثارة احترام الأطفال لما يحدث. ما أشهده باستمرار هو أنهم لا يخافون أبداً من أي شيء عندما يكونون صغاراً، فهم يثرثرون طوال الوقت حتى أنه لا يمكنني التحدث، ولكن بعد عام يبدأون بالصراخ من الرعب بصوت عالٍ. وذروة الاحتفال هي وصول المشاركين المتنكرين إلى ساحة السوق في باشتسكادن، ومن يتأخر الآن قد يتعرض للضرب. إنهم قصاة، وهذا من طقوس الاحتفال، على الجميع أن يخافوا منهم، ومن لا يخاف فسيكونون أكثر قسوة معه، كما أنهم يتوعدون الآخرين بالضرب والكدمات على أجسادهم، وها هو وجهي قد أصبح أزرق من جراء ذلك. كتاب مصور صدر بعد عناء كبير ليعرفنا على ذلك التراث الخاص والغريب.